إلى شو رجعك؟ أعطتني الحياة فرصة تانية، فقررت إنه تكون بالشام وتكون معك. إيه؟ لما قربت من الموت ما شفت غير صورة واحدة براسي، صورتك. لما قربتي من الموت ما فهمت عليك. عادة لما الناس يقربوا من الموت بيشوفوا طريق طويل طويل كتير وآخرته نور. أنا لما قربت من الموت شفت هذا الطريق وآخرته أنت. إيه؟ من 3 سنين شخصوني بالسرطان، والدكاترة قالوا إنه نسبة اللي انفض منه مو أكثر من 5%. عانيت كثير من الكيماوي وشفت الموت بعيوني. فجأة اختفى. اي فوالا، رجعت ليلى وليكني قدامك. يعني ما يعني شي. ليكني هون قدامك جاي وبدي اعوض كل حياتي اللي ما عشتها معك.